اخويا الصبر غير تجي البنات من الخير وتايتم على الخير وصافي. نعم هي اخويا نعم يعني كيفاش جاتك هذه المبادره؟ هذه المبادره اخويا الصبر غير الصبر بنادم ما غادي يكون الا الخير. نمشي للسوق بانت لي شي حاجه تنجيبها ما بان لي شي حاجه نجي فيها هذه. نعم. وهكاك ديما السوق خصك تمشي ليه. ندخل السوق ديال البان الا بانت لي داك الشيء اللي تنجيب حاجه ضعيفه تنجيبها ما بانت لي شي تنجي فيها هذه. نعم تنجيبها للبلاد هنا الناس تنتهلا فيها تنعطيها ما تاكل خسرات والو غير الاجر. نعم غير الاجر. نعم وتنديو فيهم البركه مع تجيب الحاجه تتخليها تتبغيها تيبغيوها الناس تدير السوق. ما شاء الله تقريبا 20 حمارة تنداويهم وتنعطيهم ما ناكلو ما ناكلو وتنشري لهم ما ناكلو. نعم اخويا تحاول بنادم يجيب لهم ما ناكلو. البركة اخويا قليل اللي تعطيك شي بركة. روح اخويا تنشري غير النهار 72 درهم باش جبتو 14%. بالنسبة للسي عمر هذه المبادرة هذه اللي دار من اجل الرفق بالحيوان في منطقة اوريكا هو كيقوم بهذا العمل من ديال سميتو هذا العمل احساني فهمتي ديال الحيوان كيحسن الحيوان كيطلع فيه لازيد من 40 سنة وهو كيدير هذه المبادرة هذه. صراحة اش غنقول لكم السي عمر الله يعطيه الصحة ما كيتسناش هو كما كنقولوا شي جمعية ديال الرفق بالحيوان ولا سميتو هو هذه مبادرة فردية ديال السي عمر كيقوم بها ازيد من 40 سنة كيهتم بالحيوانات المريضة كيجي مثلا حيوان دابة مريضة حمار مريض كيداويه كيعالجو هذا الشيء اللي كاين حاليا فهمتي وكيجيبو كيتهلا فيه. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.